هذا وقد أكد الرئيس السيسي الإصرار وبإرادة صلبة لا تلين عن تحقيق الغايات الكبرى والأهداف العليا من أجل النهوض بمصر وتغيير واقعها للأفضل ولتبقى مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها من الأجيال الحالية والقادمة وأوضح الرئيس السيسي أن مصر لا تستطيع أن تعزل نفسها عن التحديات والمتغيرات التي تقتاح العالم وأنه لا سبيل للتغلب على تلك التحديات سوى بالعمل الجاد وال المستبر. شعب مصر العظيم اننا نصر وباراده صلبه لا تلين على تحقيق الغايات الكبرى التي نضعها نصب اعيننا والاهداف العليا التي نحملها على عاتقنا من اجل النهوض بوطننا الغالي وتغيير واقعه للافضل ولتبقى مصر قادره على توفير حياه كريمه لأبنائها من الأجيال الحالية والقادمة، أخذا في الاعتبار متغيرات العصر المتسارعة وشواغله الجديدة. لأن مصر بموقعها الجغرافي ودورها الإقليمي والدولي لا تستطيع أن تعزل نفسها عن تلك التحديات والمتغيرات التي تجتاح العالم وطالت تداعياتها الجميع. ولعلكم تتفقون معي انه لا سبيل للتغلب على تلك التحديات سوى بالعمل الجاد والمستمر. مثلما واجهت مصر خلال السنوات الماضيه تحديات متنوعه ذات ابعاد اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه وامنيه. فانني اؤكد لكم انه لولا جهود الدوله في مجال الاصلاح الاقتصادي التي تحملها الشعب المصري، وكذلك المشروعات التنمويه العملاقه على امتداد رقعه الدوله، لما كان من الممكن ابدا الصمود امام تلك الازمات العاتيه، التي تجتاح العالم منذ ثلاث سنوات، ولقد بادت الانجازات المتلاحقه التي تحققت في مصر على مدار السنوات الاخيره لا سيما في مجالات البنيه الاساسيه والتجمعات العمرانيه الجديده والطاقه وتوطين الصناعه شاهدا على قوه الاراده المصريه للتقدم وبناء مستقبل افضل وتكوين اقتصاد قومي قوي وراسخ